ابو عبدو، يا ابو عبدو. نعم استاذ. خير استاذ. ابو عبدو هلا جاي لعندي رئيس تحرير استاذ احمد. نعم استاذ. لا تطول بالقهوه، فورا بتجيبها. انا طول استاذ؟ اي انا لحالك ما طول استاذ، كيف اذا كان عندك استاذ احمد؟ بس استاذ خير ليش جاي لعندك استاذ؟ ما يتبك لعنده على المكتب؟ والله يا ابو عبدو ما بعرف شو بدي اقول لك، بس يعني رح كون صريح معك. تفضل استاذ. بدهم يجيبوا آذن جديد بغيرك، وقال لي الأستاذ أحمد إنه بنجي بنحكي هون أحسن ما نحكي عنده بالمكتب. بدالي أنا أستاذ؟ ليش أنا بشو قصرت لك أستاذ؟ أنت ما قصرت، بس أنت صاير يا أبو عبدو عم تتدخل بشغلات مالك فيها أبداً. أنا أستاذ؟ إيه أنت. هاي تمي أستاذ، كسر لي ثاني أستاذ إذا أنا بقى بفتح حرف بحياتي كلها أستاذ، بس يستر على حريماتك يا أستاذ، أنا عندي أولاد صغار يا أستاذ. خلاص داخل على حريماتك يا أستاذ. والله بيقول لك خلاص أبو عبدو. خلص روح هلا انت وانا بشوف انا واستاذ احمد شو بدنا نعمل. يلا روح، بس لا تطول بالقهوة على السريع. حاضر استاذ، بس الله يستر على حريماتك يا استاذ. خلاص ابو عبدو. دريتي اخر خبرية؟ لا والله. شوفي هي قال شوفي هذا الممثل سليم راجع على سوريا. لا تقولي اياه. وانا كيف فيني اخدمه يعني؟ شو بيعني لي؟ يا الله يا رولا حبيبتي، هذا الممثل قضى كل عمره برا، اشتغل افلام بامريكا باوروبا، لك صار عالمي. يعني مجرد ينعرف انه هو راجع يشتغل هون بالبلد فهي لحالها رح تعمل صدمه لكل الناس. ليش هو حبيبتي قبل ما يصير عالمي مو كان ممثل مثله مثل النجوم يلي هون؟ هلا احنا ما بننكر انه هو موهوب وذكي، عارف يستغل الفرصه يلي اجته، فلهيك هو مضطر يجي لهون لحتى يقدم شوي من الجميل اللي عطته اياه البلد والفنانين اللي اشتغل معهم. بتعرفي رولا، أنا أكتر وحدة رح أنبسط بجايته لهذا الممثل. أوف ليش بقى؟ ييه يا رولا شو بتضلك غشيمة وما بتستوعبي. رح قلك، من 4 سنين لما كنت عند بنت خالتي بإيطاليا كان بوقتها مهرجان كان السينمائي، وجوزها كان بيشتغل فيه لهذا المهرجان، وأصر إنه ياخدنا مشان يعرفنا على هذول المشاهير رفقاته. قام بالصدفة اجت قعدتنا على طاولته لهذا الممثل سليم اللي كنت عم بحكي عنه، وشوفي شو عمل وقدري اني انا سورية، وشوفي الاحتفال وشوفي العزايم وشوفي الدلال، شيء يعني مو طبيعي، شيء يعني بيضيق الخلق. قلتي لي كان بايطاليا يعني مو بفرنسا؟ بايطاليا. لك ايه يلا كفيلي كمان، شو صار؟ رح قلي. مرحبا قصي. اهلا استاذ. كيفك؟ سهلا تفضل. تاخرت عليك مو هيك؟ لا شو تاخرت علي ولو يا استاذ، المكتب مكتبه. ايه شو استاذ؟ تفضل استاذ. شو ابو عبدو؟ شو قصة الورده هاي؟ هاد مشان حسن الضيافه استاذ. اصلا يا استاذ في الحقيقه يعني عيب واحد يتدخل بشي ما بيعني استاذ. مزبوط. لكن استاذ يعطيكم العافيه استاذ. الله يعافيك. هات لهوي هات لهوي. عفوا بعتذر استاذ، اسف والله اسف استاذ، بعتذر. وهي احلى فنجان احلى استاذ. بتأمروا شيء ثاني غيره استاذ؟ سلامتك. شكرا استاذ، تحياتي. ايه قصي؟ ايه استاذ. شو مشان اللي عم ينحكى على رجعة الاستاذ سليم؟ استاذ مثل ما عم تقول حكي. طيب مو لازم تنشر شيء عن الخبر بصفحتك الفنية؟ خصوصي انه الفنان سليم مقل جدا بلقاءاته وتصريحاته. استاذ كيف بدي انشره للخبر وانا ماني متاكد من المعلومات اللي عندي؟ يعني لا انا ولا انت، يعني بدك ننزل هيك شي خبر اشاعه؟ خلينا نتاكد اول شي احسن ما نكون بسبق صحفي نصيب باشاعه. طيب انت تصرف، بس يكون بمعلومك هالخبر كتير بيهمني. ها انا رح اعمل كل اتصالاتي مع الناس اللي بيعرفوه، الا ما حدا يعطينا رقم تليفونه، رقم تليفون مدير اعماله، اي حدا بيوصلنا لعنده، ووقتها بوعدك بخبر ظريف. تعال عندي او انا بجي لعندك، شو رايك؟ ليه بدك تروحي تسالي انت وريما؟ يعني هلا حتى ريما مو فاضيه؟ ايه بالهنا، الله يرزقني انا وقصي لحتى نقدر نعزمك على شي سهره، بركي وقتها منشوفك. ما قصدي شي. ماشي
باي. شو بدي اعمل انا هلا؟ حقوم اتسلى بالغدا احسن شيء. الو، تحياتي استاذ، كيف صحتك؟ معك قصي، يا اهلا وسهلا فيك، طمني عنك. استاذ بس بدي اسالك، عرفت شي عن رجعه الاستاذ سليم وشو ناوي يعمل؟ ما في شي مؤكد. بسيطه استاذ. طب استاذ بس هيك بدي اتغرز عليك بشغله، فيني اخذ رقم تليفونه؟ لا لا ولا يهمك استاذ، ولا يهمك، عادي عادي. توصينا بشي؟ الله معك، مع السلامه. مع السلامه. الو، تحياتي يا ست الكل، طمنيني عنك. قصي، اهلا وسهلا فيك. انا بعرف انك عدبانة علي، والله يا مدام انا عدبان على حالي، يعني صلي زمان ما نزلت لك اخبار. من عيوني من عيوني مدام. ما بعرف كنت عم بكتب مقالة بس هيك سمعت طلطيش حكي انك رح تشتغلي بالعمل اللي بده يشتغل فيه الاستاذ سليم. مزبوط، والله كنت متوقع. ان شاء الله الف مبروك. صحيح مدام، معك رقمه للأستاذ سليم، بدي اتصل فيه مشان نعمل هيك لقاء ثلاثي. ايه بيمشي حاله، بيمشي حاله. قد ايه مدام؟ ايوه ايوه، شكرا شكرا كثير مدام، انا رح اتصل فيه وخبرك. اكيد اكيد مدغري. الله معك مدام، شكرا كثير، كلك ذوق كلك ذوق، شكرا. منيح دبرنا رقم مدير اعماله، اروح على البيت وبس وصل بيكون فاق سيادته. بيبي صلك ساعة، لمين عم بتدق؟ روحي عم دق للأستاذ سليم، عم بيقولوا اجى على البلد ومحضر لعمل ضخم جدا جدا جدا، ومدير التحرير مصر انه انا اكتب مقالة عنه، وبتعرفيني انا ما فيني اكتب مقالة الا لكون متأكد منها. إيه طب ليش ما تحاكي وتسأله وتتأكد؟ اكتبريني، ما بدي يكون معي رقمه. ها شلون يعني؟ معقول انت صحفي وكاتب قد الدنيا مو قدران تجيب رقم ممثل؟ بلا حبيبتي، بس هو طول وقته مسافر برا البلد، كل ارقامه القديمه رايحه وارقامه الجديده ما حدا بيعرفها. ايوه، لكن لمين هلا عم تدق؟ جبت رقم مدير اعماله بس دائما خارج التغطيه. ايه طيب، يعني خليك عم تجرب، بركي فتح خطه هلا. هالمطعم كتير عجبني، اكلاته بيطيروا العقل. لك ايه والله، لك شوف، بس انا نسيان اخته للاستاذ سليم مريم، لك رفيقه عمري. عمل شلون نسيت انا؟ لا تقولي لي انك خرفتي وبديتي تنسي. لك لا، هلا تذكرت كل شيء يا جماعه. انا واخته كنا نقعد ندرس وعنا امتحان، ويجي حضرته يتغلظ علينا. يا لطيف شو كان غليظ. لا غليظ كثير، يعني انا مو مصدقه انه معقول هذا الشاب الغليظ صار ممثل مشهور ومحبوب. والله معقول. شو بدك تساوي، الدنيا حظوظ، الله يرحم هذيك الايام. ما صار شيء. هلا انا رح اتصل بموبايلي من موبايلك ويصير رقمي عندك، هيك مشان نحكي مع بعض. ايه يعني طلعت اخته رفيقتي من زمان كتير بس ما عاد شفتها، وقعد يذكرني بالايام الماضيه. هلا بصراحه انا ما كنت فاضيت له لانه معي لؤي وضيوفه. بس الله يصلحك يا ماما، انت بس لو قلتي انه كان معكم بالعشاء. ليش؟ قصي داخل 7 دوخات لحتى يجيب رقمه، كان عباله يعمل معه لقاء صحفي مشان شغله الجديد. لك شفتي، لك شفتي اللي ما بسمع كلمة حماته؟ ليش ما قال لي؟ كنت جبت له كل أرقامه، مين هو يعني؟ وبجيب له يال عندي إجري كمان وخليه يعمل معه لقاء. عن جد ماما؟ لك إيه عن جد. طب ماما إذا بتريدي زبطي لي إياها، وإلك عندي أحلى عزيمة عشا مطنطنة وبيض لك وشك. طيب انا هلا عندي مشوار صغير والمساء بتصل فيكي بقلك انت جايه تعشى هون. اكيد ماما. لك شو اكيد، عم بقلك مثل خاتم باصبعي. حبيبتي في شي مره قلت لك على شغله وما زبطت؟ لا.
شفتي؟ اطمني. يلا باي باي. شوفك بخير. باي باي ماما. كيفك قصي؟ استاذ احمد شلونك؟ اهلا وسهلا. تفضل تفضل. طمني شو صار معك مشان موضوع الاستاذ سليم؟ كل البلد عم تحكي فيه ونحن الجريده الوحيده اللي ما نشرت عنه شيء، مو حلوه بحالنا يا قصي؟ والله يا استاذ ما بعرف شو بدي اقول لك، بس المشكله انه انا ما تركت ولا وسيله ما سعيت فيها، وحكيت مع كثير ناس وكلهم حكوا بنفس الموضوع، بس ما حدا عنده استعداد ننشر شيء عنه. طيب والحل؟ الحل يعني اذا بدك استاذ نعملنا شيء خبر، شيء قصه يعني هيك مفبركه، بس انا اسف يعني انا لا فيني نزل باسمي ولا باسمه. اكيد لا. عفوا استاذ. تفضل. الو. يا حبيبتي يا عمري عندي شغل. بدك بشاره؟ شو عم اقول لك؟ عندي شغل. طب خلص رح اعطيك البشاره. عم تحكي جا؟ الحمد لله الحمد لله استفدنا شغلة من حماتي. تسلمي لي يا روحي. يلا بدي روح عندي شغل، بوصيلي اياها كتير. باي روحي. باي باي باي. باي الخبر حلو وضحك سنة. يلا يا استاذ. وان شاء الله كمان سنك رح يضحك. هات لشوف. يا سيدي طلعت حماتي بتعرفه للأستاذ سليم ورح دبر اللقاء معه. حلو، معناتها زبطت معك. لازم تجيب لنا الأخبار موثوقة، وهذا رح يكون سبق صحفي إلنا. هلا أنت متأكدة من كلام أمك؟ ولا شغلة هيك بس شوفت حال؟ لا بيبي طبعاً متأكدة. أساساً هي ما كانت تطلب منه شي لو ما أنا ترجيتها. آه على حالة تورطنا ومش الحال. أنا الحق علي، أنا الحق علي، فوت بقصة فيها أمك. ورطت حالي، ورطته للأستاذ أحمد ووعدته إنه أعمل معه مقابلة. أساساً أمك وكانت سادة كانت اتصلت. ما فيها شيء حبيبتي، تتصل تقول بعتذر ما مشي الحال. روحي دقي لها، دقي لها شوفي شو صار بالقصة. طب هات ناولي التليفون. تفضلي. شو؟ يا ما عم ترد، يمكن مو بالبيت. طب حبيبتي حكيها على الموبايل. هي علينا يا قصي شو بدنا؟ ما حلي لك غير هلا، استنى لحتى يخلص البرنامج على القليله. لك روحي هلا وقت برنامج، قومي الله يرضى عليك قومي. طيب خليها تبين معك. الو. اهلين. لا لا مالي نسيت. ماشي بنحكي. مع السلامه. خير لو اي في شيء؟ لا تشغل بالك، خلينا بالشغل. طيب بالنسبة لي أنا الشيء المهم هو إنه لاقي النص المناسب. أنت قادر تختار النص والكاتب يلي بدك إياه. ما هي هون المشكلة. أنا ما بدي حدا من الكتاب الكبار، بدي حدا من الشباب الصغار الموهوبين، وهذا الشيء لسببين. الأول بأنه رح يعتبرها أنه هي فرصة حياته، وبهالطريقة بيعطيني أحسن ما عنده. والشغلة الثانية بأنه هدول الكتاب الكبار يعني بيحكوا كتير، وأنا ما بحب الحكي كتير. رح يقولوا للصحافة ويقولوا بالتلفزيون وينشروا على الفيس، وأنا هذا الشيء ما بيناسبني أبدا. طبعا طبعا. طيب واللي بيلاقي لك حل لمشكلتك وبيحل لك إياها؟ لا لؤي لا تقولها، إيدي بزنارك. حبيبي معناته بكرة المساء جهز لي حالك، بدنا نطلع نتعشى وراح اعرفك على شب موهوب بطريقه رهيبه. لا ايه بس شو بدي اقول لك يعني بدون يعني حفلات وامسيات واشياء، يعني خليها يعني هيك عصامت. تعرف انا ما بحب كثير التظاهرات. ايه ولا يهمك، العشاء بكره يا سيدي عند عديلي بالبيت. شب شاطر وصحفي وموهوب بطريقه رهيبه، كثير رح يعجبك. اه بيت عديلك. بس لا تقول لي بانه حماتك الغليظه رح تكون موجوده. لا تاكل هم. شو زعجتك خالتي؟ خالتك؟ لا خالتك ما في منها وما بتزعج حدا ابدا ابدا. يا سيدي الك علي لا رجب لسيرة ولا رح اقول شيء. خلص انا وافقت واتفقنا، خلينا نخلص عشان يلا يلا. قلت لك امك ورطتني ورطه ما لها حل، هلا شو اعمل؟ شو ساوي؟
طب وانا شو ذنبي؟ لانك انت اول شيء صدقتيها لامك وانا صدقتك، وبالنهايه لا انت خسرانه شيء ولا امك، انا اللي خسرت مصداقيتي قدام مدير التحرير وزملائي بالشغل. الو، اهلين مامي. ايه اها شو؟ ايوه لك استنى شوي. طيب طيب ايه لا خلص مو مشكله، ماشي يلا بنحكي بعدين. اوكي مامي، باي باي. ما بداعي تحكي، خلاص معروفه، قالت لك سافر، وقته معبى ما فينا نشوفه. لك ها اضرب انا وحظي، هذا اللي بيعتمد على نسوان. يا حرام عليك، انت بتعرفي مين شو كان بده؟ شو؟ قال جهز حالك بكره لانه جايين مع الفنان سليم لعنا لهون يتعشوا، وانه جهز حالك للقاء، واذا عندك نص مرتب تجهز له اياه. عم تحكي جد؟ عفوا استاذ. اهلين يا بعض. شرف استاذ. يسلم. بتأمرنا بشي تاني استاذ؟ سلامتك. استاذ ممكن اسالك سؤال استاذ؟ تفضل. استاذ شو صار معك استاذ انت والاستاذ احمد؟ ليش انت من ايمتى بتتدخل بشغل غيرك؟ استاذ انا ما بتدخل وبعمري ما تدخلت استاذ بشغل غيري، بس استاذ مشان اعرف انا شو اعمل استاذ بس والله. استاذ احمد مزبوط، اجتمعنا انا والاستاذ احمد مشانك انت ابو عبده، واكتشفنا انه انت الشخص المناسب وما فينا نجيب غيرك. استاذ اختك استاذ؟ بس بدك تدير بالك على شغلها، ما تتدخل بشغل غيرك، تبطل فسفسة بين الغرف، ماشي؟ حاضر استاذ. الله يخلي لنا استاذ قصي والاستاذ احمد، الله يطول لنا عمركم يا رب، الله يخلي ان شاء الله هيك كل مسلسلاتك تنباع يا استاذ، الله يخلي لنا اياك ويطول عمرك يا رب، الله يخلي لك احفاد الله. لك انتي فكرة ما عندي شغلة ولا عاملة غيرك انا؟ حرقتيلا الجرس. روقي علينا رولا خانم، لا مش غليظة، وانا كنت يلي جاي خبر خبرية كتير مهمة، قلت لحالي بتفيدك انتي وجوزك. اوف، شو هالخبرية بقى؟ هيك من على الباب، ما في تفضلي يا حبيبتي، اشربي لك فنجان قهوة معي ولو. لا ما رح فوتك، على حسب السيرة، شو هي؟ قلك ولا ما قلك؟ قلك ولا. حزري من اتصل فيني اليوم. مين؟ اتصل فيني هذا الممثل سليم. تصوري لساته محتفظ برقمي، قال لي انه هو بقيان بالبلد فتره لانه عنده عمل. ولا تقلي لي عزمك اليوم على العشاء؟ لا مو اليوم، لانه اليوم عنده اجتماع عمل كثير مهم، هيك خبرني. وما سالتي وين؟ ما سالته، كثير بيهمني الموضوع. ايه مشكلة انا بقول لك. شو؟ يا ستي ممثل سليم جاي لعندنا اليوم على العشاء، واذا بدك انا بخبره انه انت جارتنا، بركي حب هيك يطلع يسلم عليكي. لا تقول حماتي الشغل شيء والقرار شيء ثاني. خلص حماتي هي تزبط، وانت الي 50% صحتين على قلبك. ايه موافقه، انا الي 50%. ليك تذكرت هلا بس يجي الاكل اللي موصي عليه لؤي، مو بنص العشاء تساله قديش دافع حقه. انا بس يخلص العشاء بساله قديش دافع بقول لك بتعطيني اياهم. تأمري امر، تفضلي. وفي شغلة أخيرة مهمة كتير، مو تمسكه لسليم وتقعد تسأله أسئلة فنية وتترك الشغل، بتخرب كل شي علينا. ها مرت عمي اللي بدك يا بيصير، خلصينا ليك الشمس رح ينتزع مكياجك. ايه مزبوط عم تحكي. يلا تفضلي حماتي. تفضلي، أهلا وسهلا رولا. لهلا ما رح تعملتي شعري؟ كنت ناطره لتجو، بعدين يقبرني قصي، هو اللي حجز بالصالون. كتير منيح، ما تبخلن. لكن ماما روحي انتي، وهلا بس يجوا الاكلات اللي وصى عليهم لؤي، قصي بيحضرن، انتي لا تاكلي هم منو، بس روحي وتعي بسرعه. يلا بدكم شي؟ الله معي. روحي لا تتاخري ولا تتركيني لحالي البيت بلاكي ما له طعمه. ما تحكي هيك، ايه؟ يلا بعينك الله. باي. باي.
قصي اعمل لنا فنجانين قهوه وتعال لحتى اعلمك كيف بدك تحكي مع الاستاذ سليم. مو انا اتعب وايش او جيب الشغل وانت تروحوا بغشمنتك. يا على عيني حماتي على عيني. وليك اهم شيء وقت بده يفاوض على المصاري انت بتسكر تمك ما بتحكي ولا كلمه، بتترك الموضوع علي انا، مفهوم؟ انا بفتح، انا بفتح حماتي. اسلموا الايدين. كل هدول اسلموا حبيب الالف. ريما الله يرضى عليك، لا تفتح سيرة أمك نهائياً. ما صدقت إمتى أقنعته، هلا إذا عرف بيبطل يروحها. أي بطل يروح، يعني أمي شو عملت له؟ بشو زعجته؟ يا لطيف شو أمك طيبة وحنونة وما بتزعل حدا ولا بتزعج حدا. لا تحكي على أمك. في مجال لبين ما نوصل ما تنفتح سيرتها نهائياً؟ يا جماعة أنا آسف إنه تأخرت عليكم. ولا يهمك. أستاذ كيفك؟ لؤي. أحسن شي عملته إنه حماتك مو معكم. تفضلوا. تفضلوا. قلبي بتجنني. عيد الشر لك يا حوينتك. ماما يا حوينتك بمين ما تعمي؟ تفضل. شو كنتي عم تحكي؟ قولي له فكرنا عم نحكي شيء ثاني. عم نقول انه لؤي كثير تقلى وجايب اكل اليوم. ما اي قبر قلبي شو كريم، مبيض لي وشي دائما. انا البخيل يعني؟ لك افتح الباب هلا. وصلوا. هلا بدي اعرفك عليه. لك كثير مسخره بس معه فلوس كثير. مهم كيفك؟ شو اخبارك يا استاذ؟ اهلا استاذ، يا اهلا وسهلا نورتنا. روريكي الحلوة يا مامي. أهلين أهلين حبيبي. كيفك مامي؟ هاي هاي يا قلبي. سليم 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 نجم المعروف. أستاذ قصي الكاتب والشاعر اللي حكيت لك عنه. حكى لي لؤي عنك كثير. أهلين أستاذ، شرفتنا. يا أهلا وسهلا. رولا مدامته لقصي طبعا بنتي. غير عن التعريف. بنتي رولا. أهلا أهلا. تفضل تفضل استاذ، تفضل تفضل. يا اهلا وسهلا. تفضل على صدر استاذ. تفضل يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. تفضل تفضل. يعني الاشاعات اللي سمعناها بخصوص عودتك للبلد لحتى تنفذ عمل مهم مزبوطه؟ بتحب جاوبك على هذا السؤال كصحافي ولا كصديق؟ اللي بتشوفه مناسب استاذ. كصحافي بقول لك بانه هي مجرد اقاويل، اما ككاتب جيد وانا بحترمه فبقول لك فعلا انا جاي اعمل عمل كبير ولذلك عم دور على نص. طب استاذ هلا الكتاب كتار والنصوص كتار، بقى فيك تختار النص المناسب لحضرتك. شو بنا قصي؟ الاستاذ حابب يعرف اذا عندك شي نص يناسبه، دلل لي اياه للاستاذ النجم حبيبنا هذا. والله يا استاذ سليم قصي عنده نصين ثلاثه بياخذوا العقل بس غاليين كتير. الحقيقة في فكرة كتير موجودة يا أستاذ، بس حسب أنت شو حابب تشتغل أو حسب الموضوع اللي حابب تشتغل فيه. أكيد حضرتك اشتغلت أعمال كتير مهمة برا، ما رح ترجع تشتغل بأقل من هيك سوية يعني. طبعا طبعا أكيد، وأنا هذا الشيء اللي عم ندور عليه. يا أهلا وسهلا. تفضل تفضل أستاذ. تفضل. أهلا وسهلا. تفضل أستاذ سليم. تفضل. بتعرف سليمو، أنا عم فكر تخلي قصي يكتب لك هيك قصة فيها طبقات راقية، يعني هيك يعني طبقة مخملية، خلينا شوي نورجي عن البلد صورة حلوة. الحقيقة أستاذ أنا بشوف إنه الفنان حلو ينقل الشيء الحلو عن بلده. إذا بتحب أنا عندي ملخص لعمل صغير بيحكي عن الطبقة المتوسطة مشاكلها همومها، يعني بهذا الصياغ. شوف إذا العمل ما بيعكس صورة سلبية عن المجتمع، بالعكس بيبين وحدة المجتمع بكل أطيافه، فخلص أنا موافق. خلص قصي اكتب اللي بدك ياه، بس يا أخي حط لي فيها طبقات مخملية. شو بك أنت؟ على كل حال بس تخلص بتخبرني، بقعد أنا وسليمو وبنكمل باقي الأمور المادية والأشياء التانية يعني التافهة، ما هيك؟ عدم المؤاخذة يا جماعة بس أنا متأسف كثير بس لازم أقوم لأنه في عندي شغل كثير. قصي مجتمع أنا وياك واللي قالك مر اللي عندي على الأوتيل بكرة الظهر، نقدر نقعد لحالنا ونحكي على كيفنا والشي اللي بدنا، لأنه تعرف يعني لما عم نحكي على العشاء كل واحد بيحكي اللي بباله وهيك تتخربط الشغلة وتحترق طبخة. شكرا دايما. مثل ما بدك أساس، بس أنا حابين أفضل أكثر فترة ممكنة معنا يعني. شكرا سليم. ما أكلت شي، خليني وصلك حتى على قليلة. لا 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 أنت خليك عم تتعشى مع خالتك، أنا بعرف وصل حالي.
شكرا. اهلا سليمو، بنشوفك بكره. باي باي، موعدنا بكره سليمو. باي. ماما شو بكي شباب؟ اسكتوا خلص شباب. كيف حالك شباب؟ جوزك رح يصير غني، طولي بالك. انت شباب ليش من وقت ما راحوا لعنا ما حكيت ولا كلمة؟ اه لك ما بكفي ما قلت لها لماما كلمة شكرا؟ وعلى شو بالله بدي اقول لها شكرا؟ قال على شو؟ لك ما بكفي جابت لك هذا الفنان سليم لهون لنص بيتك؟ اول شيء مو هي اللي جابته، لؤي اللي جابه، وتاني شيء مثل ما انك شايفة يعني انت طول القعدة هو مو طايقة لأمك. ايش شي طبيعي ما يطيقه؟ لأنه ماما بتذكره بماضي، وكان كل ما بده يفتح سيرة يكذب فيها ماما بتوقفه عند حده وتحكي الحقيقة. وانت صادقة كانت عم بتخجله، مو على أساس أمك بتفهم بالبرستيج والأتاكيت؟ ما حدا قال له إنه وقت ما بيجي ضيف لازم نحترمه عيب؟ لكي ما خلته يحكي كلمة، كل ما يحكي شغلة تنطله مثل سنجع عرض، لك أكل ما كمل. لك أنت ليه بدك تضلك هيك؟ آه لإمتى؟ لإمتى بدك تنكر فضل ماما عليك؟ خلص روحي خلص، تصبح على خير أحسن شيء. ايوه انت هذا اللي شاطر فيه، بس وينك قصي؟ حتى النوم ما رح يغير من الحقيقه، انت رح تشتغل بفضل ماما. بدي افهم لك كيف بيتجرأ قصي بيروح بيقابل الفنان سليم من ورائي؟ ماما شو فيها؟ قصي راح يشوفه للزلمه مشان يحكوا بالشغل. لك انو شغل هاد؟ ليش رح يعطيه شغل من دوني؟ لك أنا شغل بكرة بيعطيه قصة من قصصه المشعشحة بتروح الرزق علينا كلنا. رزقت شو ماما؟ شو رزقت شو؟ ولا مفكر حاله بده يطنش عن نسبتي؟ نسبتك من شو؟ ما عم بفهم. ولك نسبتي من القصة اللي بده يكتب له إياها قصي. مرحبا حماتي. لك أنت كيف بتروح بتشوف الفنان سليم وأنا مو موجودة معك؟ لا شفته ولا حكيت معه. لك هون؟ لك هون المشكلة؟ أنا أخذت لك موعد، ليش ما رحت؟ ها؟ اطمني حماتي، رحت بس ما شفته. طبعاً ما بده يشوفك لأنه أنا مو موجودة معك. لا وأنتي صادقة، ما شافني لأنه أنتي موجودة. شو هالحكي؟ من كلامك معه طفشتيه من الشغل، ومو بس من الشغل، من البلد، هاجر. قصي، ليش هيك عم تحكي مع ماما؟ مو حكي روحي، مو حكي، شرفي قري، خاص الأستاذ قصي قري. شو هيك؟ لك افتحي وقري. استاذ قصي، اعتذر عن لقائك فلقد غادرت البلد. غادرته؟ لقد غادرت البلد هربا من ثقل دم حماتك؟ امك يعني. يخرب بيته. اعتذر لي من لؤي، سلامي الى زوجتك جميله.